محكمة جناح كفر الشيخ قررت معاقبة 8 سواقين بالحبس برضو سنة لكل منهم، وكفالة 50 جنيه برضو، لأن هم كانوا ماشيين بعربيتهم عكس الاتجاه. كل الكلام ده تطبيقا لقانون المرور الجديد، فناخد بالنا ما بقاش فيه يعني تهاون يعني في المسألة. اللي بيتمسك ماشي عكس الاتجاه وبيتاخد ضده الإجراءات القانونية بيطلع على طول على المحكمة، بياخد سنة مع الشغل. ده حصل اهو، شفنا القرارات دي اتنفذت في اسكندرية وفي كفر الشيخ. يعني نتابع بقى ونشوف بقى المحافظات ومدى الالتزام بجدية التطبيق. النهارده المستشار النائب العام هشام بركات قرر إحالة خليتين إرهابيتين للجنايات، أعضائها اعترفوا بارتكاب حوادث إرهابية بعدة مناطق تابعة لمحافظة الجيزة. بيان صدر عن مكتب النائب العام اتقال فيه إن المتهمين في الخلية الأولى، دول عددهم 21 متهم، اعترفوا في التحقيقات إن هم ارتكبوا واقع التفجير سينما رادوبيز بالجيزة اللي كان وقتها طبعا أسفرت عن مقتل مواطن وإصابة 5 وتحطم واجهة السينما وعدد من سيارات الشرطة إصابة بعض الأفراد اللي كانوا موجودين في محيط السينما وقتها. برضو بالنسبة بقى للخلايا التانية، الخلايا التانية دي فيها 5 متهمين، دول اعترفوا بارتكاب واقعة تفجير مبنى النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر. وبرضو لا معلش انا هرجع للخلايا الاولانيه، هم مش بس عملوا تفجير سينما رادوبيس، لكن كمان اعترفوا بارتكابهم واقعه محاوله تفجير منزل السفير البلجيكي واستهداف عدد من افراد اسم شرطه الطلبيه وتفجير عربياتهم.